مهما جرت عليك الدنيا وضعفت ومهما تغلبت بحياتك وشقيت، اوعك بلحظة تسكت عن ظلم بوقع عليك أو على غيرك، لأنه في اللحظة اللي سكت فيها عن هذا الظلم رح يتنادى، ومرة على مرة بصير إجرامه يبين زي اللي فيش إشي ممكن يوقف بوجهه. ممكن الظلم ما رح ينتهي من الدنيا، وكمان مقاومة هذا الظلم مش لازم تنتهي، مش لازم نتصالح مع وجوده، لأنه في اللحظة اللي بنرخي دعستنا عنه رح يتمادى وينتشر ويكبر بزيادة. شفنا الإجرام اللي صار في المسجد الإبراهيمي على شكل مذبحة، وشفنا الأنانية والبحث عن وهم المصالح على شكل عمالة، وشفنا كيف إنه المحتل تحول لشريك سلام وصار الطريق قدامه أسهل ليقضي على أي حدا بقاومه. لكن الطريق ما كان سهل على الشعب الفلسطيني، يشوف من جهة اتفاقيات وسلطة وانتخابات، ومن جهة اغتيالات وهبة على الحفريات. بس وسط كل مشاهد التضييق طلع أمل بنموذج للتحرر جديد وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بدون أثمان. بس الثمن الحقيقي اندفع زمان، وهالفرحة ما كانت رح تنرسم لولا كل دم نزل وتضحية انبذلت عشان نعيش هيك لحظة، لحظة التحرر. فهل رح تكون هاللحظة مطولة على أهل فلسطين كمان؟ والله طالت هيك نضال بحكي كمان، وإحنا صرنا على الأبواب، بس لو توحدنا ضد الظالم بدل ما ننشغل ببعض، ولو ما صار حصار نضال. في كل مرة بننسى فيها إنه الاحتلال بطبيعته مجرم وظالم، بروح هو بذكرنا بحاله لحاله، لأنه في اللحظة اللي بنعتقد إنه الاحتلال بده السلام بروح بيرتكب جريمة وبذكرنا إنه لا، هو فعلياً ما بده السلام حتى لو رحنا له. وهذا اللي صار حرفياً في شهر 9 من عام 2000 بعد توقيع اتفاقيات السلام وانسحابه من مدن الضفة ومن جنوب لبنان. صار التوجه العام إنه خلص هي الأمور بلشت تهدى، وكان ضايل فقط المرحلة الأخيرة من المفاوضات، وهي مفاوضات القضايا الحل النهائي اللي حكينا عنها، القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين والدولة الفلسطينية. والرئيس الأمريكي كلينتون عمل محاولته الأخيرة قبل ما تخلص فترته الانتخابية، فجمع يهود باراك وياسر عرفات في منتجع كامب ديفيد، إنه يعني حركة بلكي اتفقوا زي ما اتفق السادات زمان مع بيغن. لكن هاي المفاوضات فشلت وما اتفقوا على أي شيء، وحكينا أصلاً إنه كل مفاوضات السلام ما كانت عاجب المتطرفين المعارضين داخل الاحتلال. وبهاي الفترة صار زعيم الليكود وزعيم المعارضة هو السفاح الشهير ووجه الاحتلال الأوضح أرييل شارون، اللي ما كان عاجبه لا أداء حكومة باراك ولا اللي قبله رابين، وبده يستمر بنفس أسلوب سلفه نتنياهو، إنه باختصار ما يعطي نفس للفلسطينيين، لا للأخضر ولا للأصفر ولا للأسمر ولا لحدا، ولا حتى للسلطة. وعشان يثبت كلامه كان بده يوصل رسالة لجماعته وجماعتنا بنفس الوقت، إن القدس اللي بتفاوضوا عليها أنا بختار شو أعمل فيها. فاختار وقرر إنه يقتحم المسجد الأقصى بنفسه رغم كل التحذيرات الأمنية. لكن باراك لأنه كان حاسس حاله بموقف ضعيف عمل حاله مش شايف، وأجا يوم الخميس 28/9 سنة 2000 ودخل شارون للمسجد الأقصى ودنسه، لكن كان بحماية 2000 جندي. ما هو إذا أنت بتعتبر حالك قوي وإنه المكان إلك، ليش داخل بكل هالجنود هدول؟ بس هو فعلياً كان خايف من ردة الفعل، خصوصاً لما حكى إنه الحرم القدسي رح يضل منطقة إسرائيلية، فشاف بعينه ردة الفعل لما هب كل الفلسطينيين في المسجد لمنعه، واندلعت مواجهات عنيفة ما عمرها صارت بالأقصى بهذا الشكل. كانت نتيجتها استشهاد 15 فلسطيني، وهون اشتعلت النار جوا أهل القدس وأهل فلسطين كلها، لما صاروا شايفين إنه أقدس مكان عند المسلمين بعد مكة والمدينة انتهكت حرمته مرة تانية، وإنه كل وهم السلام تبخر أمام التهديد اللي مش راضي يوقف بحق القدس. فاشتعلت فيهم نار ما انطفت، وثاني يوم اجتمع آلاف المصلين لصلاة الجمعة في المسجد، وبعد انتهاء الصلاة مباشرة هجمت قوات الاحتلال، وكالعادة اندلعت مواجهات وارتقى 7 شهداء، خصوصاً برصاص القناصين على أسطح البنيات، والإصابات كانت بالعشرات، وانطلقت شرارة الانتفاضة من المسجد الأقصى إلى كل مناطق التماس مع الاحتلال، إلى كل الضفة وغزة. وطبعاً الاحتلال ما بيقدر يسيطر على الوضع إلا بمزيد من العنف، لكن هاي المرة طغى في الإجرام لدرجة أن يوم السبت استهدف الاحتلال المدنيين الموجودين في شارع صلاح الدين في مدينة غزة. كانوا أهل غزة طالعين يتظاهروا، أما جمال الدرة وابنه محمد فكانوا راجعين من السوق وحاولوا الابتعاد عن المظاهرة، بس الاحتلال ما كان بيفرق بين أي حدا وأطلق النار على الجميع. فاحتمى جمال مع ابنه محمد وراء برميل اسمنتي، لكن قناص الاحتلال أطلق النار عليهم، وقدام عدسات الكاميرات انصاب الأب بإيده،
أما محمد الدرة فانصاب ببطنه وهو بيسأل أبوه ليش بطخوا علينا يابا، بس الأب ما كان فاضي يجاوب ابنه لأنه كان بيصرخ على الجنود وقفوا إطلاق النار وقفوا إطلاق النار بس على الفاضي. الرصاص نزل عليهم زي المطر وما وقف إلا لما علي صوت الناس مات الولد مات الولد، واستشهد محمد الدرة. بس الحقيقة إنه محمد تخلد اسمه ورمزيته في فلسطين وفي العالم كله، بل حتى صار رمز للإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين اللي استمر وما وقف عند محمد، وصار عدد الشهداء كل يوم بيكون بالعشرات. بيوم من أيام الانتفاضة سنة 2000 وتحديداً 12 أكتوبر دخل جنديين إسرائيليين بلبسهم العسكري على رام الله، والمفروض إن المدن الفلسطينية في الضفة محرمة على الاحتلال بحسب أوسلو. هلا هم دخلوا بالغلط ولا كان عندهم مهمة؟ مش مهم. الشباب هجمت على سيارتهم وتهجموا عليهم، بس قوات الأمن الفلسطينية أخذتهم وخبتهم في مركز الشرطة في رام الله. فتجمعت الناس قدام المركز وحرقوا سيارة الجنود، وفش شوي واللي هم مقتحمين مركز الشرطة ومكسرينه على اللي فيه، بدهم يوصلوا للجنود بأي شكل كان. ودخل 4-5 شباب نفلوا المركز نفل لحد ما وصلوا للجنود، والله أعلم شو عملوا فيهم. بس اللي شافوه الناس اللي كلهم كانوا موجودين حوالين المركز واللي كانوا بتابعوا على شاشات الإعلام، إن واحد من الجنود انرمى من الشباك بعد ما انقتل. أما المشهد الثاني اللي ما بنتسى هو شاب كان اسمه عبد العزيز صالحة وقف على شباك المركز ورفع إيديه وبهتف وإيديه كلها معبية دم من الجنود، وصورته اللي انتشرت كانت تهمته اللي بسببها انحبس بحكم مدى الحياة. ومع اندلاع الانتفاضة كان المشهد اليومي مظاهرات ومواجهات وإلقاء حجارة وتوليع كواشيك سيارات. بالمقابل الاحتلال بيرد بالرصاص الحي والقنابل. فارس عودة كان طفل اللي تعود يهرب من البيت ومن المدرسة لحتى يشارك في المظاهرات والمواجهات، وانتشر صورته بكل العالم وهو واقف قدام دبابة المركبة بواجهها بحجر، وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة. فاستفز الاحتلال قوة هالطفل عمره ما بتجاوز 14 سنة، فأطلق عليه رصاصة وقتله. لكن كل هذا الإجرام ظل شوي محدود لحد ما صار تطور مهم عند الاحتلال. بعد 5 أشهر على اندلاع الانتفاضة وشهر 2 سنة 2001 صار في انتخابات ففاز فيها أرييل شارون، وكأنهم كافؤوا على الجريمة الجديدة اللي عملها، وخسر أمامه يهود براك بفرق كبير واستقال من حزب العمل. فازداد قمع وقتل شباب الانتفاضة، وصار نهج الاحتلال بركز أكثر على القصف بالطائرات وكثرة حالات القصف العشوائي اللي استهدفت في أحد المرات خان يونس في غزة، وأصابت واحدة من القذائف في جسد الرضيعة إيمان حجه وعمرها ما تجاوز 4 أشهر فقط. وبشوف العالم كله إجرام الاحتلال بحق الأطفال، لكن هذا الإجرام بتحول إلى ثأر في قلوب الفلسطينيين وإصرار على محاربة الاحتلال. فدعا الشيخ أحمد ياسين العرب والمسلمين لتقديم الدعم المادي والسلاح للانتفاضة، وقال لهم إياها بصراحة: السلاح بتواجه بالسلاح. وكان دور التنظيمات والفصائل تنفيذ العمليات الاستشهادية بكل أنحاء فلسطين، وصارت عشرات عشرات العمليات. لو بدنا نذكرهم بدون ما نحكي قصصهم بنفتح برنامج جديد، بس يعني عشان تتخيلوا الوضع كيف كان. خلال أول سنة أعلن الاحتلال إنه عدد العمليات اللي قدر يحبطها كان 110 عمليات. طبعاً كيف قدر يحبط بهالعدد؟ ما هو الوضع صار مختلف بالضفة، مالنا في جهاز أمن جديد صارت شغلته هاي الشغلة. بس رغم هيك كانت تصير عمليات موجعة وفي قلب المناطق المحتلة، في تل أبيب ونتانيا ويافا والخضيرة وفي القدس. فرجع الاحتلال لسياسته القديمة المعروفة: اعتقالات واغتيالات. لكن هالمرة كان الاغتيال مش بعمليات، بل صار بطائرات الأباتشي. فقصف المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في نابلس، واغتال القياديين جمال منصور وجمال سليم، وقصفوا مقر الجبهة الشعبية في رام الله، واغتال أمينها العام أبو علي مصطفى اللي كان له مقولة مشهورة لما قرر يرجع على الضفة بعد اتفاق أوسلو، لما لموا الناس اللي كانوا ضد خيار السلام فرد عليهم: عدنا لنقاوم لا لنساوم. فنال شرف الشهادة على الهامش. بس بهاي الفترة العالم جن جنونه لما صار هجوم 11 سبتمبر وتبنت القاعدة وسقط برجين التجارة العالم. فأعلن بعدها الرئيس الأمريكي الجديد جورج بوش حربه على الإرهاب وبدأ بغزو أفغانستان. نرجع لفلسطين اللي الوضع عمره ما كان هادي فيها. في 17 أكتوبر ورداً على اغتيال الأمين العام للجبهة، جماعة الأحمر ما طولوا بالثأر، راح 3 شباب على الفندق اللي نازل فيه وزير السياحة الإسرائيلي زيئيفي، واغتالوه بمسدس كاتم صوت أمام باب غرفته، ثم انسحبوا بسلام. وهون جن جنون شارون وحكى كل شيء تغير بعد مقتل زيئيفي، وحمل عرفات والسلطة المسؤولية. هلا هو شو دخلهم؟ بس بهديك الفترة الاحتلال صار يعتبر عرفات هو المسؤول، مش لأنه هو اللي بنفذ، لا، لأنه هو اللي مش قادر يمنع هاي العمليات كلها تطلع من مناطق سيطرته.
فقرر الاحتلال يعمل عملية عسكرية وأمنية لجيب المطلوبين، لكنه فشل في الوصول إلهم. بس من جهة تانية استطاع الاحتلال بالتعاون مع العملاء إنه يوصل للقيادي العسكري في الأخضر محمود أبو هنون، واغتالته بقصف سيارته بعد ما كان مطارد لمدة 4 سنوات، وفشلت 3 مرات في اغتياله. فرد الأخضر على اغتيال أبو هنود بأربع عمليات استشهادية سقط فيها على الأقل 25 قتيل إسرائيلي. وعلى الرغم من أنه السلطة قامت باعتقال 100 قيادي من جماعة الأخضر، إلا أنه شارون ما كان عاجبه فكثف قصف على غزة والضفة بالطائرات، وأعلن أنه السلطة الفلسطينية منظمة بتدعم الإرهاب، خصوصاً بعد ما اعترضت وحدة الكوماندو الإسرائيلية سفينة كارين إيه، وهي بعيدة عن ساحل فلسطين 750 ميل بحري. لكن الاحتلال سيطر عليها بمساعدة الاستخبارات الأمريكية، وأعلن أنه صدر منها 50 طن أسلحة، وأنه الأسلحة مصدرها إيران، واعتقل جزء من طاقم السفينة اللي ما كانوا عارفين أنهم في عملية تهريب أسلحة على السفينة، باستثناء 4 أشخاص، كان منهم القبطان عمر عكاوي اللي كان من الفدائيين اللي تواصلوا مع ياسر عرفات. لكن بعد ما تم السيطرة على السفينة واعتقال الشباب الأربعة، نفت السلطة الفلسطينية أنه إلها أي دخل بالسفينة، وأنه أصلاً فيش علاقات بينها وبين إيران، وأنه بدها تجري تحقيق في الموضوع. لكن الاحتلال اعتبر أنه هذا التصرف من عرفات هو هروب بعد ما انكشف أمره، فكمل الاحتلال مسلسل الاغتيالات، واغتال القيادي في كتائب شهداء الأقصى التابع للأصفر رائد الكرمي، اللي اعترف وزير الحرب الإسرائيلي بعدين أنه اغتياله للكرمي كان أكبر خطأ بحياته، لأنه شاف كيف كل طول كرم ولعت بعدها. وانتقمت لاغتيال رائد اللي كان لقبه صياد المستوطنين، واغتال الاحتلال القيادي في القسام يوسف السوركجي مع 3 قادة كمان. يعني ملاحظين شغلة، كل الفصائل كانت تتعرض للاغتيال وللملاحقات، بس برضه كل الفصائل كان لها دور بالعمليات والمقاومة، وتوحد الأخضر مع الأسمر مع الأصفر مع الأحمر ضد الاحتلال. الإشي الوحيد اللي كان زي الطعنة بالظهر هو الدور اللي كانت بتقوم فيه الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية، اللي على سبيل المثال قدرت تعتقل منفذين عملية اغتيال وزير السياحة زي إيفي، واعتقلت كمان الأمين العام للجبهة الشعبية الجديد أحمد سعدات، والقائد العام لكتائب أبو علي مصطفى، وكله باعتبار أنه من الالتزامات المفروض عليها. وهذا الإشي كان بيستفز الفصائل طبعا، فكانت تحاول تقتحم سجون السلطة أو أنها تصفي عملاء بعد ما تخطفهم من مواقع أمنية فلسطينية. مشكلة العمليات الاستشهادية بالنسبة للاحتلال إنه ما كانت بس إنها كثيرة أو إنه مش قادر يمنعها أو على الأقل يكتشفها، المشكلة إنها قاعدة بتصير أقوى وألمها أكبر. مرة بيعملوا لك 3 عمليات بنفس اليوم، ومرة ثائر حماد بقنص بإيده 9 جنود وبصيب 14، ومرة محمد فرحات بيقتحم مستوطنة وبقتل لحاله 11 جندي. أي حتى البنات دخلوا على الخط وفائد ريس بتفجر قنبلة في القدس. بس الضربة الأصعب والأقصى واللي اعتبرت أقوى هجوم خلال الانتفاضة كانت العملية الاستشهادية اللي نفذها القسامي عبد الباسط عودة يوم 27/3/2002، لما فجر نفسه في فندق في نتانيا شمال تل أبيب بوقت عيد الفصح، أعلن فيها عن مقتل 30 إسرائيلي وانجرح 161 واحد. بعد هاي العملية خلاص زي ما تقول الاحتلال وصلت معه المواصيل، وشكله شارون شايف إنه موضوع الضفة وغزة ما بمشي زي ما بده، وإنه السلطة إيدها خفيفة ومش قاعدة بتقمع صح، فالاحتلال مش عاجبه ومش معبي عينه. ومع تراكم كل هاي الأحداث واعتبار إنه السلطة هي المسؤول الأول والأخير على كل شيء بيصير، فقام شارون باجتياح شامل للضفة يوم 29/3/2002. المشكلة إنه هذا الاجتياح أجا بعد يوم واحد من نهاية اجتماع جامعة الدول العربية اللي كان في بيروت يوم 28 الشهر، وطلعوا منه القادة العرب متفقين. عشو اتفقوا هالمرة؟ مبادرة السلام العربية، ومعناها باختصار انه الدول العربية كلها مستعدة للسلام العادل والشامل على الاحتلال، بس بشرط انسحاب الاحتلال من الضفة الغربية وغزة اللي هي حدود 67، واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. طب ليش هاي المبادرة؟ لانه القناعة صارت انه الحل العسكري لن يحقق السلام والامن لاي طرف. طيب واذا افترضنا انه الاحتلال رح نفذ هالاشي، شو المقابل؟ اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهي وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل. هلأ سيبوكم من كثرة الحكي، بالمختصر اتفق العرب على الرضا بالأمر الواقع، وإنه يا إسرائيل إحنا كلنا مدينا إيدينا للسلام فمد إيدك. حرفياً إسرائيل تاني يوم مدت إيدها وقررت تنهي حتى مظاهر الشرعية اللي تم تحقيقها قبل، وفرض شارون حصار على ياسر عرفات في مقر إقامته. عشان هيك عرفات ما كان قادر يشارك بالقمة العربية، ما سمحوا له يطلع من مقره أصلاً. شفتوا الإيد الإسرائيلية كيف؟
بدل ما ترضى بالأمر الواقع فرضت واقع جديد، والاجتياح كان على كل المستويات. فاجتاحوا البيوت ودمروا الشوارع وحاصروا المقرات الأمنية، واجتاحوا مدينة بيت لحم وفرضوا حصار على الشباب اللي التجأوا لكنيسة المهد، واستمر الحصار عليهم 38 يوم أكلوا فيها أوراق الشجر، وما انتهى الحصار إلا بعد إبعاد الشباب لأوروبا. واستمر الاحتلال في إجرامه وامتد لوصل مخيم جنين، وفرض عليه حصار شديد شارك فيه 20,000 جندي و400 دبابة. الله أكبر، كل هذا على المخيم؟ ما هو مخيم جنين غير، مش من قليل سموه عش الدبابير أو عاصمة الاستشهاديين. نضال وأصحابه كانوا مستعدين منيح ورفضوا أن المخيم يستسلم لإجرام الاحتلال، فثبتوا في مخيمهم واندلعت معركة الصمود في مخيم جنين، وتوحدت كل الكتائب المسلحة مع بعض، سرايا القدس من الأسمر وشهداء الأقصى من الأصفر والقسام من الأخضر وكتائب أبو علي مصطفى من الأحمر، وانضم إلهم كمان عشرات الضباط من الأمن الوطني من السلطة، ووصل عدد المقاتلين ل200 مقاتل. أما الأهالي بقيادة نضال فحطوا كل بيوتهم تحت تصرف الشباب وتعاونوا معهم بكل إشي بيحتاجوه، ثم اقتحم الاحتلال المخيم من كل النواحي. واستمرت المعركة أسبوعين تقريبا، ما وقف فيها قصف الاحتلال بالأباتشي والF-16 والدبابات، فقصفوا المخيم ودمروه كله تقريبا. وكانت واحدة من أصعب أيام الانتفاضة الثانية اللي ما قدر الإعلام يغطيها لأنه كان ممنوع من الدخول، وغطاها بعد الانسحاب. ولما دخلوا شاف كيف هالكيلومتر الواحد خاض معركة أسطورية لآخر لحظة، انقتل فيها 27 ضابط وجندي، وكانت الدبابات وناقلات الجند المدمرة شاهد على قوة المعركة، واستشهد 64 شهيد، وتهجر آلاف السكان من المخيم، وانحبس مئات الشباب، ونضال كان واحد منهم. انمسك في كمين وهو بترصد للجنود، بس مش مشكلة، همته كانت عالية. زعله الوحيد كان على فراق أصحابه اللي استشهدوا وهو ما استشهد. أما الدمار في المخيم أكيد بتعمر، والشاب اللي استشهدت أكيد حيجي ناس بعدها تكمل الطريق. فلسطين صارت عنوان رئيسي بالأخبار على التلفزيونات العربية والأجنبية. بطلنا نلحق عناوين: اعتقال القيادي في الأصفر مروان البرغوثي، واعتقال القيادي في الأخضر عباس السيد، اغتيال المهندس القسامي مهند الطاهر، واغتيال القائد العام للقسام صلاح شحادة، اعتقال الشيخ جمال أبو الهيجة، واغتيال المهندس القسامي نضال فرحات صانع أول صاروخ للقسام، اعتقال القسامي عبد الله البرغوثي والحكم عليه ب67 مؤبد، أعلى حكم في العالم، اغتيال القائد القسامي إبراهيم المقادمة، ومقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري بعد ما دهستها جرافة الاحتلال في رفح، اختيار محمود عباس رئيساً للوزراء في السلطة الفلسطينية. ستوب اللعبة، إيش صار؟ عرفات بعض ضغوطات إقليمية ودولية عاد تشكيل الحكومة، وعين عباس رئيساً للوزراء، وأبو مازن بلش يشتغل شغله بالمفاوضات بحجة إنه بده ياخد فرصته، وكان اسمها خارطة الطريق، بس الاحتلال ما أعطاه فرصة لأنه ببساطة ما غير أسلوبه، ظل يستهدف المقاومة، والمقاومة ظلت ترد، وجهود عباس ما أخذت صدى كبير، وحتى حكومته ما صمدت 4 أشهر، مش تقليلاً من جهوده لا سمح الله، لا بس العالم كان مشغول باجتياح أمريكا للعراق وسقوط نظام صدام حسين خلال شهر واحد فقط، والمنطقة دخلت بصدمة كبيرة بعد سقوط بغداد. والله هاي الأيام ما كانت سهلة أبداً، كانت الأمة مش خالصة من الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وهلأ صار في احتلال أمريكي مباشر، والاحتلالين بيعتبروا أنه كل حدا بيقاومهم إرهابي، أما كل إرهاب بيقوموا فيه شارون وبوش أكيد مش إرهاب. ومع هاي الظروف اتمادى الاحتلال وعلى الليفل تبعه كمان، وقضايا الحل النهائي اللي كانت بدها مفاوضات قرر ينهيها بطريقته، فسمح باستئناف اقتحام المستوطنين والسياح للمسجد الأقصى بعد ما كانوا ممنوعين طول فترة الانتفاضة، وبلش مسلسل الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى. وبعدين طلع بفكرة إرهابية جديدة، إبداع خارج الصندوق، وقرر يحوط المناطق اللي احتلها بجدار عازل، يعني فكرة ما بتخطر على بال إلا نظام فصل عنصري، بس سوري ما بصير نحكي عنهم هيك. أما إنه يقسم البيت بيتين والقرية قريتين والبلد بلدين، هذا دفاع عن النفس. نعم صحيح. وعلى سيرة الدفاع عن النفس اللي بلش يلحنوا عليه، الاحتلال بجبروته وطغيانه وتعاليه على كل القوانين الإنسانية كان بيشوف نفسه مهدد من شخص مقعد عمره 68 سنة، الشيخ أحمد ياسين اللي كان أكبر كابوس للاحتلال بجهده اللي كان بيقوم فيه بتحريك المجتمع وبالحفاظ على منعه من خطط المساومة والاستسلام. فظن شارون أنه باغتياله للشيخ رح يقضي على خطر الأخضر اللي بهدد الاحتلال،
وبيوم 22/3 سنة 2004 أطلقت طيارة أباشي صاروخ على الشيخ وهو طالع من صلاة الفجر، واستشهد ومعه 7 من مرافقين. وكانت هاي العملية بتوقيع وإشراف شارون نفسه، بس شارون ما شبع من إجرامه. وبعد أقل من شهر ب 17/4 اغتالت طيارات الأباتشي كمان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي اللي كان خليفة الشيخ أحمد ياسين في غزة، وبرضه كان بتوقيع شارون. وتحقق حلم الرنتيسي لما حكى في مقابلة سابقة له إنه الموت واحد وإنه بفضل يموت بالأباتشي. بالمناسبة شارون كان لقبه البلدوزر، سفاح قاتل ما بيشوف حدا قدامه، فما بالك لما يصير هو الحاكم المسؤول. يعني المحكمة الإسرائيلية العليا اعتبرت إنه مسار الجدار اللي بلش ينبنى بضرب الفلسطينيين ولازم يتعدل، ومحكمة العدل الدولية اعتبرته إجراء غير قانوني، و150 دولة في الجمعية العامة طالبت بهدمه. بس على الواقع ما تعدل إشي، والجدار انبنى شوي شوي، والمستوطنات كانت تعتبر بالقانون الدولي مناطق محتلة، لكن على الواقع لساتها مستمرة. حتى حق اللاجئين بالعودة طالب شارون وبوش بإسقاطه، ودعموا بعض بخطة فك الارتباط اللي كانت تعني بناء الجدار في الضفة والانسحاب التدريجي من غزة. في بداية هاي الخطة ما كانت عاجبة الحكومة الإسرائيلية، بس بالنهاية شارون عسكري وقرر يطبق إجرامه العسكري بالأمر الواقع. والضربة أجت برفح، سمى عمليته قوس قزح، والحجة كانت تدمير الأنفاق اللي بتهرب فيها السلاح من مصر. وعلى مدار 3 أيام هلك رفح حصار وقصف، وركز على حي البرازيل وحي تل السلطان. وعلى مدار 3 أيام دمر 300 بيت، دمر كل إشي في الحيين. وبعد 3 أيام حاولوا سكان رفح يكسروا الحصار، فطلعوا بمسيرة سلمية ومعهم الأكل والمي، على أساس إنه الاحتلال يشوف بعينه مسيرة فيفتح لهم مجال. بس الاحتلال بضل احتلال، قصف المسيرة بصاروخ من طيارة وقتل 8 منهم 4 أطفال، وصار مجموع الشهداء 63 شهيد. فشو كان ردة العالم على الجريمة؟ مجلس الأمن اجتمع وطلع بقرار أدان القتل وهدم المنازل، وكل الأعضاء صوتوا للقرار ما عدا أمريكا امتنعت. بس شو حكت؟ لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. تعرفوا حدا اسمه محمد ياسر عبد الرؤوف القدوة الحسيني؟ انتوا أكيد بتعرفوه بس باسمه الثاني، باسمه الحركي. هو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بس بصراحة نسيت أحكي لكم هالمعلومة قبل، بس مش مشكلة. هو كان بفضل الناديه باسم ياسر عرفات أبو عمار. أبو عمار صاروا 3 سنين محاصر وما كان يطلع من مقر الرئاسة في رام الله. المرة الوحيدة اللي نسمح له يطلع فيها كانت لما تعبت صحته كتير وصار لازم يطلع على المستشفى، فأجت طيارة هليكوبتر عشان تاخده للمستشفى بفرنسا. ومنظره كان صادم للناس اللي تعودت تشوفه بالكوفية وباللبس العسكري، شافته على التلفزيون ببجامة زرقاء والتعب مبين عليه. وحشود كبيرة من الشعب اتجمعت في مقر الرئاسة يوم 29 أكتوبر سنة 2004 حتى تودع الرئيس الفلسطيني. ووقف عرفات على باب الطيارة بصعوبة ورفع إيده وسلم على شعبه، وهو كان عارف وهم كانوا عارفين إنه الوداع الأخير. غاب أسبوعين بالمستشفى ورجع يوم 11/11/2004، شيعوه بجنازة عسكرية في القاهرة حضرها أكثر من 50 رئيس دولة. وفي رام الله استقبل الشعب الفلسطيني ودفن في رام الله، مع أنه كانت وصيته أنه يندفن في القدس، لكن الاحتلال رفض لأنه عرفات رحل والقدس محتلة. وبوفاة عرفات انفتح باب المشاكل السياسية الفلسطينية، لأنه هو بحياته كان قادر يجمع كل هاي التناقضات وقدر أنه يكون هو الزعيم الفلسطيني، لكن الوضع بعده حيكون مختلف. أصلاً حتى سبب وفاته لحد اليوم ما تم اكتشافه، والشبهات الأكبر أنه انقتل مسموم. بس الإشي الأكيد أنه الاحتلال ارتاح وكان بانتظار خليفة ياسر عرفات، أكيد كلكم عارفين السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن اللي فاز بانتخابات حرة ونزيهة، والدليل أنه فاز بنسبة 62% رغم العوائق الإسرائيلية اللي صارت في الضفة وغزة وشرق القدس. الله أعلم لو ما كان في عوائق كم راح يجيب. وبرضه هاي النسبة صارت رغم مقاطعة الأخضر والأسمر للانتخابات، الشباب كانوا مشغولين بتنفيذ العمليات في غزة. أما عباس فبدأ على السريع تطبيق مشروعه، واجتمع في شرم الشيخ مع شارون بتاريخ 8/2/2005 ومع الرئيس المصري مبارك والملك الأردني عبد الله، وأعلن وقف أعمال العنف على قولتهم. واعتبر عباس أنه عمل أول خطوة من خارطة الطريق، وأنه هيك سكر صفحة الانتفاضة الثانية بعد ما استشهد فيها 3700 فلسطيني وأصيب عشرات الآلاف، ووصل عدد الأسرى ل 8000 أسير. وقال عشان شارون يبين حسن نواياه
أفرج عن 900 أسير اللي اعتبرهم الاحتلال ما شاركوا بقتل أو جرح إسرائيليين، يعني إيديهم ما تلطخت بالدماء حسب ما بيحكي الاحتلال. الفصائل من جهتها ما اعتبرت أنه الانتفاضة انتهت واستمرت في عملياتها ضد الاحتلال اللي وصل لمرحلة حرفياً مش قادر يتعايش معها. وهذا الإشي عجل أنه شارون ينفذ خطط الانسحاب من غزة اللي بدأت فعلياً بتاريخ 15/8/2005 وعلى مدار شهر أخلى 21 مستوطنة في قطاع غزة، كانت محتلة 35% من مساحة القطاع ودمر كل البيوت والمنشآت اللي فيها. قال شو عشان الفلسطينيين ما يستفيدوا منها، على أساس أنه أهل غزة كان بدهم أي إشي من ريحتهم. وبعد 38 سنة من الاحتلال تحررت غزة وشاف الفلسطيني بعينه منظر المستوطنين وهم طالعين طوابير من غزة، وارتفع الإعلام الفلسطيني على أرضها وهي حرة بفضل الله وبفضل ثبات رجالها وصمود أهلها. بس مهم نحكي أنه بعد أشهر قليلة من الانسحاب من غزة عينت الخارجية الأمريكية منسق أمني في الضفة، وهو الجنرال الأمريكي دايتون، لحتى يدير أمور الضفة وينسق بين السلطة والاحتلال وما توصل لمرحلة مثل ما وصلتها غزة. أنا مش عارف هو شارون ما تحمل منظر الانسحاب ولا تعب من كثرة اللوم اللي أجاه، ولا هو قدر رب العالمين يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، يعني مش عارف كيف أجيب لكم إياها. بس بشهر 1/2006 شارون أجته جلطة ودخل بغيبوبة في مستشفى هداسة، والمنيح إنه أجته الجلطة قبل ما يشوف نتائج الانتخابات التشريعية اللي صارت يوم 25/1 وفاز فيها الأخضر، مع إنها كانت أول مرة بشارك بإشي سياسي، بس فاز ب 76 مقعد من أصل 132. والكنيست وصف الانتخابات بالزلزال السياسي، حتى إنه الرئيس الروسي بوتين صرح إنه فوز الأخضر كان ضربة كف لأمريكا. ولهالدرجة مصدومين؟ بس هو طبيعي لما الاحتلال وأمريكا والاتحاد الأوروبي يرفضوا يعترفوا بنتيجة انتخابات ويقطعوا المساعدات المالية، إنه ديمقراطية وأخضر دونت ميكس مع بعض يعني. والمشكلة إنه هذا الإشي ما كان عاجب لا أبو مازن ولا حركة الأصفر اللي صار لها 38 سنة والسلطة بكل أشكالها بإيدها، فما اتفقوا مع رئيس الحكومة الجديد إسماعيل هنية على برنامجه السياسي، وصار في انفصال بين الجهاز السياسي والجهاز الأمني. وأكثر حدا طلعت من رأسه الشغلة كان الاحتلال طبعا، اللي صار بهمه يتزلزل كل الشعب الفلسطيني وما يستقر، فبدأ بفرض حصار على قطاع غزة عقابا إلهم على خيارهم الديمقراطي والشرعي، ورجع يستهدف قادة الفصائل بالاغتيالات، وما نسي ألمه من اغتيال وزير السياحة زي إيفي، وكان مصر يعتقد المتسببين باغتياله وما يخليهم عند السلطة. فاقتحمت قوات الاحتلال سجن أريحة بعد حصار ساعات، واستسلم أفراد الأمن الفلسطيني اللي كانوا مسؤولين عن السجن، ودمرت قوات الاحتلال السجن بالكامل واعتقلت الأمين العام للجبهة أحمد سعدات وبقية السجناء اللي بتتهمهم بالقيام بالعملية. وهذا بالنسبة للاحتلال كان واحد من أهم المطالب بالنسبة له اللي ما رضي يتهاون فيه مع السلطة. وبعد بشهرين تمكن من اعتقال المطلوب رقم واحد بالنسبة له في الضفة، المهندس إبراهيم حامد، واغتال القائد جمال أبو سمهدانة بغزة. وكمل الاحتلال جرائمه بالمدنيين، فقصفت بارجة إسرائيلية عيلة غزوية كانت على الشط، والعالم كلها شافت المنظر. الطفلة هدى غالية وهي بتبكي عند جثث عيلتها اللي استشهدت في غزة. شارون قبل ما ينجلط أسس حزب جديد اسمه كديمة، فلما انجلط استلم رئاسة الحزب بعده نائبه إيهود أولمرت، وبشهر 3/2006 صارت انتخابات وفاز فيها أولمرت، ولسه ما لحق يخلص أول 3 أشهر تجربة عشان يثبت حاله قدام المدراء تبعونه، إلا صاير مصيبة عليهم كلياتهم لما نفذوا شباب من الأخضر مع شباب فصائل ثانية عملية الوهم المتبدد يوم 25/6/2006 الساعة 5:15 الفجر. صار في قصف مدافع الهاون على حاجز الصوفة وكرم أبو سالم شرق رفح، ودخل 8 شباب لنفق وهم لابسين لبس عسكري إسرائيلي، وزحفوا في النفق اللي كان أول بغزة وآخره جوا القاعدة العسكرية. فلما طلعوا الشباب كانوا فعلياً وراء خطوط العدو، وقسموا حالهم لثلاث مجموعات. الأولى هاجمت برج المراقبة واشتبكت مع الجنود اللي عنده، فاستشهد شابين منهم، واحد كان معه حزام ناسف فلما أطلقوا النار عليه انفجر في الجنود. الثانية دمرت ناقل الجند وقتلت طاقمها، أما الثالثة هجمت على دبابة وقتلت 2 من الجنود فيها، وظل واحد منهم عايش فسحبوه الشباب معاهم، ولما وصلوا للاستياج ضربوا عليه صاروخ وعملوا فتحة فيه، ليطلع بعدها الناطق الرسمي باسم القسام أبو عبيدة ويعلن إنه الجند الإسرائيلي جلعاد شليط أسير عند القسام،
والاحتلال دائما كان رده نفس الرد. بالمناسبة احنا قاعدين بنصور الحلقة وهلأ في خطاب أبو عبيدة. الاحتلال كان رده دائما بالانتقام من المدنيين وارتكاب المجازر بغزة، وما لحق الاحتلال يستوعب مصيبته إلا حزب الله من الشمال بنفذ عملية على الحدود وبفجر عبو ناسفة في قوة إسرائيلية وبقتل تقريبا 10 جنود وبؤسر منهم 2، وانجن جنود الاحتلال فأعلن تاني يوم حرب على لبنان للقضاء على حزب الله، وعادت الجنديين الأسرة واستمرت الحرب لمدة 33 يوم. هزم بعدها الجيش الإسرائيلي وهزم أولمرت دون تحقيق أي هدف غير الدمار والمجازر والقتل. وبعد سنتين صار في صفقة تبادل بين حزب الله والاحتلال، وتحرر أسرى لبنانيين مقابل الجنديين الأسرى اللي وقت الصفقة اكتشف الاحتلال إنهم طلعوا ميتين بس بعد فوات الأوان. مستوى الخلافات بين حركة الأخضر والأصفر صار يتطور بشكل تدريجي، فالخلاف بدأ سياسي بين عباس وهنية على برنامج الحكومة، وعباس صار يلحن إنه بده يعمل انتخابات جديدة. لكن الخلاف السياسي تطور إلى خلاف أمني وعسكري لأنه كان في حكومة بس فيش بإيدها صلاحيات، والفلتان الأمني كان واضح وكان في إيد أمريكية في الموضوع، ولا نسيتوا دور المنسق الأمني دايتون، وبدأت تصير مشاهد القتل بين الطرفين. ومع تعقد المشهد صار لازم يصير في اتفاق واضح ينهي ملامح الانقسام، فصار في اتفاق مكة في شهر 2 سنة 2007، واتفق الطرفين على حرمة الدم الفلسطيني وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية اللي أقسمت اليمين الدستوري برئاسة إسماعيل هنية في شهر 3. لكن بعد شهر قرر وزير الداخلية هاني القواسمة الاستقالة، وحكى السبب أنه مش قادر يطبق صلاحياته كوزير ولا قادر يطبق خطة لحفظ الأمن، وهيك صارت صلاحية وزارة الداخلية بإيد رئيس الوزراء هنية لحين تعيين وزير جديد. ورجعت مظاهر الفلتان الأمني مرة تانية، وعناصر الأمن الوقائي اللي كان مسلمها محمد دحلان كانت بتعتقل وبتعذب الناس مش بس على انتمائهم وتوجههم بل على مستوى لو كان طلع له لحية، فكانوا يعتبروه من جماعة الأخضر. وخلال شهرين حاسمات صار فيها معارك قتل فيها 120 شخص من الطرفين. كانت لحظة الذروة يوم 14/6/2007 لما سيطرت عناصر القسام على قطاع غزة خلال ساعات واقتحمت كل مقرات الأجهزة الأمنية في غزة، وصارت عناصر الأمن بين قتيل وأسير وهارب، وقتل في هداك اليوم عشرات الأشخاص كثير منهم كانوا مدنيين. بس بالنهاية شاب الأخضر وصلوا لبيت عباس ومقر الرئاسة في غزة وسيطروا عليه، وحسم الأخضر الجانب الأمني في غزة وصار كله تحت سيطرتها. أما الأصفر فاعتبرت اللي صار انقلاب وتمرد، وأصدر عباس ثلاث مراسيم وراء بعض. الأول أقال في حكومة هنية، أما الثاني أعلن حالة الطوارئ في الضفة وغزة، وأما الثالث أمر بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة سلام فياض. والأخضر اعتبر هاي المراسيم هي الانقلاب، وبدأ الانقسام الفلسطيني الحقيقي، الضفة بإيد الأصفر وغزة بإيد الأخضر. أما الرد الدولي على اللي صار فكان بتعيين توني بلير مبعوث للسلام في الشرق الأوسط، قال يعني بريطانيا رجعت على المنطقة بوجه صانع السلام بعد ما دمر العراق. وبشهر 11 عقدوا مؤتمر أنابوليس في أمريكا. ما هو كلينتون مش أحسن من بوش، لا، وشو بدهم يناقشوا قضايا الحل النهائي كمان مرة. واجتمع بوش مع عباس وأولمر وممثلين عن 40 دولة منهم 17 دولة عربية، وطلعوا بقرار إقامة دولة فلسطينية وتطبيق خارطة الطريق، ورجعوا يضحكوا على الأمة برعاية الماما أمريكا. ورجعنا لنفس السلافة القديمة اللي أنا زهقتها وأنتوا زهقتوها وفلسطين كلها زهقتها. بس عباس كان أكتر واحد مكيف، ما هو هذا جوه. طيب شو بالنسبة لغزة؟ تم تشديد الحصار عليها بزيادة، والناس وصلت لمرحلة حرفياً بطلت قادرة تتحمل، وصار منظر صعب لاقتحام الحدود من جهة غزة باتجاه مصر، وفجروا السور عشان الناس تروح تشتري احتياجاتها الأساسية، ما هو كثر الضغط أكيد حيولد انفجار ومن كل النواحي. فالفصائل في غزة صارت تعمل عمليات عسكرية على المعابر، ثم بدأت محاولة كسر الحصار على مستوى دولي، ووصلت سفينة الحرية وسفينة غزة الحرة ومعهم متضامنين ومساعدات. وبعديها تولت السفن مثل الأمل والكرامة وغيرهم، وصار الاحتلال يشوف أثر هذا التضامن الدولي وصار يمنع وصول سفن ثانية. صحيح في بعض الأحيان كان وصول هاي السفينة رمزية، لكن كانت محاولات من كل صاحب ضمير حي إنه يكسر الحصار عن هالشعب. لكن رغم هاي المحاولات الحصار ظل مفروض، بس مش على غزة ولا على فلسطين، بل على كل شخص بده يساعد لنصرة هاي القضية، وكل شخص من داخله كان بيعاني من حصار نظام. بنشوفكم في الحلقة الجاي. السلام عليكم.